السلام عليكم، فلوق جديد. راح ننزل أفضل الروايات اللي عندنا واللي أعجبتنا. يعني قبل ما نبدأ الفلوق، الجملة المعتادة: سووا اشتراك لو باقي ما اشتركتوا في القناة، سووا لنا اشتراك ولايك وشير وكومنت. يلا نبدأ الفلوق. أول حاجة خيميائي، أوكي؟ الخيميائي من الكتب اللي قصة إيجاد ذاتك، أو أنه أبداً لا تستهين بأحلامك. كمان صراحة في فكرة بالنسبة لي كانت جداً لطيفة: وين لقي الكنز في النهاية؟ أوكي، وكيف أنك تؤمن بقلبك، كيف أنك تؤمن بنفسك عموماً، وأنه كمان طارد أحلامك إيه؟ وين ما كانت ومهما كانت طارد أحلامك، لا تستسلم صراحة. يعني من جد مرة حبيت كيف أنه راح باع الغنم كامل وسافر وما بقى مكان. وعلى فكرة الخيميائي راح تعرفونه ليش سماه الخيميائي، انا ما ابغى احرق لك من الروايه، بس حرفيا الروايه اكثر من رائعه. اصلا مشهوره الروايه، ايه جدا مشهوره. طيب مذكرات طبيبه، طبعا نوال السعداوي كتابها، الكتاب ده يجنن. كانت تحكي عن قصتها، عن رحلتها وهي طبيبه، وش القصص اللي واجهتها. صراحه الكتاب جدا مؤثر، جدا رائع. انا قريته ورجعت كمان مره ثانيه قريته، يجنن 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 يجنن. يعني تحكي عن وضع عموما المرأة العربية، مش بس المصرية اللي تصير معاها الأحداث هذه. الكتاب يجنن صراحة. نوال السعداوي كثير صاير تشويه عليها. صح فعلا، صراحة أنا لاحظت إنه كثير صاير في تشويه على نوال السعداوي واتهامها بتهم باطلة. عموما أي شخص يقرأ كتبها بيعرف هي إيش تقصد ووين توجهها. العبيد الجدد لياسر حرب، طبعا شهادتي في ياسر حرب مجروحة، كاتب جدا رائع. العبيد الجدد تتكلم عن، طبعا هي الحكاية وهمية، بس انه قصة حاكم، كيف حكم وكيف وصل الاحداث اللي ممكن تواجهه كحاكم، وكمان فيها شوية شعر وادب. جميلة جدا صراحة، مرة حبيتها، مع ان انا مش من محبين الشعر، بس تجنن 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 صراحة. خايفة أقول لكم تفاصيل وأحرقها، فخلوها كذا. مذكرات طفلة اسمها سعاد، حكايات من طفولة نوال السعداوي، وأتذكر كمان أنها دخلت كمان بنت ثانية صغيرة معها، ولا ما أتذكر. المهم الكتاب جدا يجنن، طالعوا هذه رسمتها هي، يجنن يجنن يجنن. عموما صراحة كل كتب نوال السعداوي تعجبني باستثناء البعض منها. طبعا هذه رواية مشهورة عالميا تقريبا، قرأت الجزء الأول منها صراحة تجنن، بس اللي قهرني إنه ما كنت عارفة إنه في جزء ثالث، ثاني وثالث. تجنن قصة بنت يابانية، ما أبغى أحرق الأحداث، بس بتحكي لكم فيها طبعا جانب نسوي. تحكي قصة بنت يابانية تعلمت المساج، وبعدين صارت خايفة أقول تفاصيل أحرقها. عموما القصة تجنن، صح الرواية طويلة بس ممتعة مرة. موت الرجل الوحيد على سطح الأرض، كمان رواية نوال السعداوي، كانت تحكي فيها قصة بنت قروية، كيف استغلوها باسم الدين وباسم العادات وباسم الشرف وباسم الأشياء الثانية، وكيف قدروا يلعبون على بنت شريفة عفيفة طاهرة كانت صغيرة، وكيف على قولتهم ضبطوا الأحداث إلى درجة أنها تصير كأنها على قولتهم رسائل من الله، وهي مو كذا. تعالى الله عما يصفون. القصة الرواية تجنن، رواية تجنن جميلة جدا، أنصح فيها. مذكراتي في سجن النساء. المهم نوال السعداوي طبعا حاضرة. المهم مذكراتها حكت عن الأيام اللي عاشت فيها في السجن. طبعا هي انسجنت بسبب آرائها السياسية. حكت فيها عن الأيام اللي قضتها في السجن، وكيف كانت الحياة، كيف كانت المعاملة هناك، وإيش القصص اللي صارت. صراحة يجنن مرة. خوف هي رواية عن الجن باختصار، قصة ولد راح يبغى يتعلم السحر، فنونه وأسراره. أتوقع أنه قرأ كتاب ونصحه ما تقرأ، ورجع قرأ دخله في عالم غريب. بصراحة الرواية تجنن، بس اللي يخافون عموما من الجن والعفاريت والأشياء اللي زي كذا ما أنصحهم يقرأون، حتى الصغار
حتى الصغار كمان لا تقرونه. بصراحة الرواية رائعة تجنن. حوجن قصة جني صراحة جميلة القصة الرواية هذه، ما أبغى أحرقها عليكم بس تجنن. قصة جني بيخرج بيدخل حياة بنت بيعيش معها مغامرات وبتعيش هي معها مغامرات وبيتسألون، طبعا هي بتسأله عن أشياء في عالمهم وزي كذا وبيجاوبها. بينامين كمان نفس الكاتب إبراهيم عباس. صراحة الرواية رائعة جدا. كمان تتكلم عن حوجن نفسه. كمان في هناك رواية هناك بس الحين ما عندي صورتها. فيها كمان هذه قصة بينامين، هذا هو شخص بتترابط حكاية حوجن مع بينامين. فيها حديث عن الماسونية عن إسرائيل، يعني صراحة الرواية مشوقة جدا. قواعد العشق الأربع طبعا مين في الحياة ما يعرفها. تجنن، تحكي حكاية جلال الدين الرومي مع نسيت اسمه، شو اسمه صديقه التبريزي، اسمه تبريزي أو شيء زي كذا. كمان الرواية تجنن 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 تجنن، أحداثها جدا شيقة. حكاية شخص صوفي اللي هو صديق توقع شمس الدين أو شيء زي كذا، ناسي اسمه ليش فيني. المهم حكايته معه وكيف بيعلمه هو وبتتعلمه مع قواعد العشق الأربعون. يجنن يجنن يجنن، جدا ممتع. أوكي هذه هي رواية كبرياء وهوى. لو كتبت اسمه بالإنجليزي رح يطلع لكم الفيلم، بصراحة أنا شفت الفيلم. الفيلم يجنن يجنن. ما أبغى أحرق القصة عليكم بس يعني هم ثنتين في السالفة، ثنتين أخوات، في واحد مرة غني، بس القصة تجنن. أنا بصراحة حبيت الفيلم. بس كمان في رواية يعني تستمتعوا فيها، هذه هي الرواية. هذه من جوا. المهم رواية تجنن، الفيلم أصلا يأخذ العقل. أوكي أحببتك أكثر مما ينبغي، أعتقد أن الرواية هذه الأغلب قراها. أوكي وقديمة، لا من جد قديمة. المهم أحببتك أكثر ما ينبغي، هذه من وجهة نظر البنت أو من كلام البنت. قصة تتكلم عن الحب، كيف يعيشون أجواء الحب، الحرمان، المدري إيه زي كذا. وهذه فلتغفري، رواية فلتغفري. القصة من جانب الولد، يعني أحببتك أكثر ما ينبغي كانت من القصة من جانب البنت، هذه من جانبه هو. وصراحة روايات كلها جميلة يعني تستحق القراءة. طيب رواية طعام صلاة حب، الرواية هذه كمان تسوى عليها فيلم، لو تشوفون الفيلم هنا هذا هو. كيف أوريكم؟ لحظة، هذا هو الفيلم هنا. الرواية هذه أتعب وأنا أقول تجنن 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 تجنن، ما تتخيلون في يومين قديش مشيت فيها. يعني تقريبا أذكر في يومين خلصت أكثر من النص. أوكي هي تتكلم واحد عن طعام، بعدين صلاة، بعدين حب. الطعام كانت في إيطاليا، بعدين I think الصلاة في الهند، وبعدين بتروح إندونيسيا. أتذكر إندونيسيا. الرواية تجنن. في إيطاليا توريكم رحلتها كيف، طبعا هي اتطلقت ومرت بظروف جدا صعبة، فرحلتها هذه عشان تعرف نفسها. بتشوفون كيف كانت حياتها، كيف عاشتها، كيف تطورت. رواية أتعب وأنا أقول تهبل، يعني من جد تأخذكم في عالمها وفي أجواءها. مرة حبيتها وبرجع أقراها كمان مرة ثانية صراحة، تجنن. رواية كبرت ونسيت أن أنسى، الرواية هذه ما أدري ليش لما رجعت أقراها حسيت كذا بعبرة بفرحة، ما أدري كيف الشعور غريب. الرواية هذه مو بس على فكرة أنا قريتها مرتين وبقراها مرة ثالثة ورابعة، رائعة رائعة. الرواية تتكلم عن فاطمة، فاطمة اللي هي بنت كانت شوي مدللة عند أمها وأبوها وماتوا وراحت عند أخوها، وتعالوا شوفوا أنواع الأشياء والفضائع اللي سواها فيها. هي في النهاية النهاية جدا جميلة، الرواية رائعة، يعني تعرفون تلمس فيكم شيء، ما أدري أنا حسيت فيها كذا. سو جدا جميلة، قصتها شوي واقعية، في مواقف كذا تقولها جميلة صراحة. فمو بس أنصحكم تقرونها، أتمنى صراحة أنكم تقرونها لأنها تجنن وتستاهل.
وعرفت ليش الضجة هي صارت أصلا عليها ضجة كبيرة، كبرت ونسيت أن أنسى، وتستاهل صراحة، من جد تستاهل. أنا حبيت أحكي لكم القصة على أساس لو حد بيشتريها يكون عارف إيش الفكرة الرئيسية. الفكرة الرئيسية هي إنها بنت بعدين كيف بتحارب عشان تعيش حياتها، أوكي، والضغوطات اللي هي مرت فيها. فروعة روعة. طيب، رجل جاء وذهب، غاز القصيبي، رواية فيها نقد اجتماعي، فيها قصة حب لطيفة جميلة. صراحة أنا حبيت الجرأة اللي كانت عند غاز القصيبي في الطرح، عموما هو أصلا جريء. مرة جميلة الرواية، تجنن تجنن يعني، حتى من البداية تشدك الأحداث. بس دايري أفاون بيكيت طبعا تعرفونه، قصة طفل يحكي يومياته. صراحة أنا أكثر شيء عجبوني هذولا، جميل مرة، أنصح فيه للتسلية. كمان على فكرة ترى فيه النسخة العربية، مذكرات طالب، مذكرات طالب مترجمة للعربي. تجنن، حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة أخرى، حياة واحدة. رواية جميلة جدا، رائعة. تتكلم عن بنت طورت نفسها، ابتدأت، طبعا هي كانت حياتها مدمرة، متزوجة وعندها طفل، كانت ضايعة تماما. بعدين لقيت، قابلت واحد مدرب، وبتلاقون فيه في الأخير مفاجأة، صدمة. بتمر بمراحل تطوير للذات، أنصحكم أنكم تمشون معاهم في الرحلة اللي هي بتمشيها. تجنن تجنن تجنن، أجمل رواية تقريبا قد قريتها في حياتي، رائعة. رواية امرأة عند نقطة الصفر، تحكي حكاية، بقولها بصراحة، بنت عاهرة وليش صارت عاهرة. قفزت في الأحداث، خلاص ما بخربها عليكم. المهم الرواية جدا مشوقة وقصيرة، يعني تقريبا حوالي أبو 100 صفحة أو 70، ما أتذكر صراحة، بس عموما صراحة رواية جنن.